جديد. بين تصعيد ومحاولات التهدئة، تراوح الأزمة السياسية في مصر مكانها رغم الجهود المبذولة محليا ودوليا. آخر المبادرات لإعادة ترتيب المشهد السياسي المصري حملته المفوضية العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وناقشته مع الرئيس المعزول محمد مرسي خلال لقاء معه استمر لمدة ساعتين. مبادرة أشتون تضمنت الخروج الآمن لمرسي وقيادة الإسلام السياسي مقابل وقف الاحتجاجات والانخراط في العملية السياسية في مصر. يواصل مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي احتجاجهم بالحشد لمليونية الشهداء بعد يوم من انطلاق مسيرات ليلية تحمل نعوشا رمزية أمام مديريات الأمن في المحافظات المصرية، احتجاجا على مقتل العشرات منهم في الهجوم الذي وقع على معتصمي ميدان رابعة العدوية. وقد أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن الشعب المصري لن يغادر الشوارع والميادين حتى تعود الشرعية الدستورية ويستعيد الوطن مساره الصحيح. ورحب بيان أصدره التحالف بزيارة كل المنظمات الحقوقية الدولية لمختلف أماكن الاعتصام، مشددين على سلمية فعاليات التحالف المختلفة. ويأتي هذا فيما تتواصل الجهود الدولية لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في مصر، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. الوضع خطير في مصر، نستطيع أن نقول إنه خطير جدا، وفرنسا تدعو لإنهاء أعمال العنف وإطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي. في حين كشفت وسائل أعلام مصرية عن أن لقاء المفوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والرئيس السابق محمد مرسي جاء في إطار صيغة لحل الأزمة الراهنة، وتتلخص رؤية أشتون بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار الرئيس السابق محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين وباقي مكونات التيار الإسلامي والإفراج عن كافة المعتقلين من هذا التيار وفي مقدمتهم محمد مرسي نفسه، وهو ما يمكن أن يطلق عليه الخروج الآمن. وتتعهد السلطات المصرية أيضا بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا في حزبه الحرية والعدالة في الحياة السياسية المصرية بشكل قانوني، والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة، مقابل تعهد أنصار مرسي بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية وفض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في كافة أنحاء مصر. تحدثت مع الرئيس مرسي طوال ساعتين باستفاضة، تتاح لديه المعلومات ويتابع التلفزيون والصحف، لذلك تمكنا من الحديث عن الوضع وتمكنا من الحديث عن الحاجة للمضي قدما. هو بخير وكان بيننا حديث ودي ومفتوح وصريح جدا. نحن هنا للمساعدة لا لنفرض رأينا، شعب مصر سيحدد مستقبله بنفسه. نحن نطالب بعملية سياسية تشمل جميع الأطياف وتضم كل الجماعات بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. من جانبها أعلنت حركة تمرد رفضها لمبادرة أشتون، وقال منسق الحركة محمود بدر إنه ينبغي محاكمة كل من تورط في إراقة دماء المصريين. عليهم بشكل واضح حتى نخرج من أفق الأزمة حينما سألونا على الحل، الحل يبدأ بشكل واضح من رقم واحد الاعتراف بثورة 30 يونيو أو الموجة الثورية في 30 يونيو، الاعتراف بشرعية خريطة الطريق الجديدة، رقم اثنين تقديم كافة المتورطين في دماء المصريين وكل المطلوبين على ذمة قضايا من النيابة تقديمهم جميعا إلى المحاكمة. في هذا السياق أدان البيت الأبيض بشدة القمع الذي تعرض له المتظاهرون المؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي على يد قوات الأمن يوم السبت الماضي، وحث في بيان السلطات المصرية على احترام حق التظاهر وعدم التعرض للمحتجين السلميين.